السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي المتابعين قناة فيوتشر كوين وقناة بيتسي وورلد عالم بيتكوين. فيديو جديد على قناتنا، قناة مهتمة بآخر أخبار العملات المشفرة. طبعا أصدقائي بهذا الفيديو راح أتكلم عن العريضة اللي قدمت لإيلون ماسك طبعا لدعم عملة تيرا لونا كلاسيك، وراح أتكلم أصدقائي عن عدد القطع اللي راح تحرق غدا من عملة تيرا لونا كلاسيك. أما بلش الفيديو أصدقائي، بتمنى تضغط على زر اللايك وتشترك بالقناة وتفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. ولا تنسى تنضم لقناتنا على التليجرام، الرابط راح يكون اسفل الفيديو. خليكم معنا اصدقائي لبعد الاندرو. طبعا اصدقائي غدا راح يتم حرق من عملة تيرا لونا كلاسيك في يوم 24/10/2022، راح يتم حرق من عملة تيرا لونا كلاسيك. اخر عملية حرق من عملة تيرا لونا كلاسيك كانت بقيمة 2,500,000,000 قطعة، يعني قيمتهم باليو اس دي تي تقريبا 659,000 دولار. بكرة موعد الحرق، ونحن كصناع محتوى في مجال العملات المشفرة هدفنا نعطيكم القيمة اللي راح تحرق غدا. طبعا على منصة كوين جيكو بقدر بدخل على عملة تيرا لونا كلاسيك، طبعا ادخل على بيانات تاريخية وحدد التاريخ موعد الحرق اللي هو من تاريخ 16/10/2022 الى التاريخ 22/10، هاي الست ايام راح يتم احتسابها وحرقها غدا. خلينا نروح على كوين جيكو، طبعا نحدد التاريخ من 16 اكتوبر الى 22 اكتوبر، نحدد كمان هون 22 اكتوبر، هاي هي فترة الحرق. نحسب الفوليوم، طبعا هذا الفوليوم الموجود امامكم، انا حسبت الفوليوم وطلع معي الفوليوم مليار و450 مليون دولار، هذا اجمالي الفوليوم. طبعا لحتى نعرف الفوليوم على منصة باينانس بضرب ب 25%، 25% هو اجمالي عدد الفوليوم فيوتشر سبوت على منصة باينانس. بعدها بضغط على يساوي، اجمالي الفوليوم على منصة باينانس 326 مليون دولار و500,000 دولار. طبعا هذا الفوليوم على منصة باينانس. كم المنصة راح تاخذ رسوم من هاي المعاملات؟ نضربها ب 0.1%. طبعا هاي الرسوم اللي بتاخذها منصة باينانس على عملة تيرا لونا كلاسيك، بضغط على يساوي، منصة باينانس راح تاخذ 326,000 دولار و500 دولار، هاي رسوم حرق عملة تيرا لونا كلاسيك. طبعا حتى اعرف ايش قد بتساويها بالقطع بضرب ب 4201، كل 4200 قطعة بتساوي 1 دولار. بما انه معها 362,000 دولار بضربها ب 4000، بيطلع معي عدد القطع المحروقة غدا 1.5 مليار، يعني بكرة راح يتم حرق 1,522,000,000 قطعة. طبعا راقبوا عدد القطع اللي راح تحرق غدا، مفروض يتم حرق 1,522,000,000 قطعة اذا كانت حساباتنا صحيحة، طبعا حسابات قابلة للصواب وقابلة للخطأ، طبعا هاي مجرد حسابات تقديرية. يعني نحن حاليا معنا 22 مليار قطع حرق، 22,680,000,000، راح يصير معنا تقريبا 24,200,000,000 قطعة حرق. طبعا نشوف تراجع كبير بكميات الحرق، لكن خليني اوضح نقطة اصدقائي، كل ما انخفض سعر عملة تيرا لونا كلاسيك كل ما زاد عدد قطع الحرق. طبعا لما كان سعر العملة 0.30 كانت الواحد دولار بيشتري 3,000 قطعة، حاليا الواحد دولار بيشتري 4,200 قطعة. لهيك اصدقائي كل ما انخفض سعر العملة بترتفع كمية الحرق. اذا بالمرة الاولى حرقوا مليون دولار، اذا بالمرة الاولى حرقوا مليار دولار، والمرة الثانية حرقوا مليونين دولار لكن باسعار مختلفة، يعني بالاولى حرقوا بسعر 3 والحرق الثاني حرقوا بسعر 2، طبعا عدد قطع الحرق الثاني اكثر من عدد قطع الحرق الاول، يعني مليون دولار بدل ما تساوي 3 مليار قطع حرق تساوي 4 مليار قطع حرق. كل ما انخفض سعر العملة بتزيد عدد القطع المحروقة، يعني بتزيد عدد القطع لكل دولار. طبعا بالنسبة لإيلون ماسك اصدقائي، اليوم تم تقديم
وثيقة إلى إيلون ماسك. طبعاً تحتاج الوثيقة اللي هتقدم لإيلون ماسك إلى 1000 صوت. طبعاً بيتم تقديم هاي الوثيقة إلى إيلون ماسك لحتى يدعم عملة تيرا لونا كلاسيك إذا وافق على الدعم. طبعاً زقائي اللي قدم هاي الوثيقة أو هاي العريضة اسمه إيريك بيترسون. طبعاً هذا أحد رجال الأعمال قدم هاي الوثيقة إلى إيلون ماسك بيشرح فيها سبب انهيار عملة تيرا لونا كلاسيك ومجتمع تيرا لونا كلاسيك واللي بيتحكم والمبرمجين في عملة تيرا لونا كلاسيك. طبعاً عم بيطلب منه دعم هاي العملة، لكن باقي تقريباً 242 صوت لحتى يتم تقديم الوثيقة إلى إيلون ماسك. طبعاً حتى بعد ما يتم تقديم الوثيقة إلى إيلون ماسك نحتاج لموافقة أو رفض من إيلون ماسك لحتى نشوف تغير بسعر العملة. إذا تم الموافقة من قبل إيلون ماسك على دعم عملة تيرا لونا كلاسيك، ممكن عملة تيرا لونا كلاسيك تحذف أحد الأصفار. طبعاً أصدقائي ألف مبروك لكل الأشخاص المتابعين معي قناة العامة. بالأمس دخلنا من عملة تيرا لونا كلاسيك بهاي المناطق، حققنا مرابح تصل إلى 10% سبوت، دخلنا المناطق 23. والأشخاص اللي بيشتغلوا معي فيوتشر إلى حد الآن عنا مرباح أكثر من 120% ومكملين بالصفقة، وهدفنا هو منطقة 28. إذا بنفتح فريم من 4 ساعات، طبعاً على الفريم من 4 ساعات أصدقائي وصلنا للدعم قوي. من هذا الدعم صار عندي عكس اتجاه واتجهنا إلى منطقة 56. حالياً عم نشوف عندي ارتفاع بالسعر. هدفي الأول هو 26، طبعاً الهدف الأول كان منطقة 24، ضربنا الهدف الأول، حالياً منطقة 26 وبعدها منطقة 28. طبعاً عندي مرابح توصل إلى 500% فيوتشر بهاي العملة. حالياً داخلين عليه مضاربة في القناة الفي آي بي والقناة العامة. ألف مبروك لكل الأشخاص اللي اشتروا بالأمس من عملة تيرا لونا كلاسيك. أصدقائي نكون وصلنا لهذا الفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال إعجابك. لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس، تضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. مع السلامة، دمتم بخير.